حاجة كده عايزين يعني ننبه عليهم عشان نمشي رمضان ده على خير وربنا يتقبل منا أعمالنا، تمام؟ قواعد كده هنحطها مع بعض. أولا محدش من صحابي يكلمني، ثانيا محدش منهم برضو يكلمني. أنا وصحابي إن شاء الله السنة دي ناويين نعمل حملة اسمها إفطار صائم، ما شاء الله جدا. طب حلو، يعني هتجيبوا بقى حاجات وأكل وتنزلوا توزعوها؟ لا، دي إحنا بنبقى قاعدين كده بنقعد نجيب في سيرة خلق الله، فإحنا كلنا بنفطر. مفيش فايدة، مفيش فايدة. أنا مجمع نص كفار قريش عندي على الأكاونت ده بجد. ليه؟ ما هو بابا فين؟ يا بخت الإكس مش هيصوم رمضان كامل. يا في رمضان، في رمضان كسر جبهات في رمضان. الناس اللي عندي على الأكاونت بتعبدوا إيه؟ يا جماعة نتقي الله الشهر ده مع بعض. أنا هفاجئك بقى، شهر رمضان ده أنا مش هصوم عن الأكل بس، لا انا هصوم عن الدراسه كمان. اي نعم في امتحانات وفي مواويل وبتاع، بس لا والله العظيم لا اخلي الصيام على الاثنين. ربنا يتقبل مننا يا رب. امين يا رب، ربنا يتقبل. من النهارده اسمها انا حقا اعترض. من النهارده اي حد هيقول لي فين هقول له المكان عادي. من النهارده اسمها جامد جدا او جامد زحليقه. اي حد هيقول لي حاجه تضايقني هقول له يا عم كل سنه وانت طيب. لو هتكلمها في رمضان بنيه انها تشجعك على صلاه الفجر وتقول لها بحبك في الله وتقول لها ايه قمر الدين ده، برضه هيبقى حرام. اتق الله، كفاك محن. بص، هو في الحاجه دي لو انت عايز تشرب فيب يبقى بعد بيب. لا ما ينفعش نكلم البيب في رمضان. اتق الله، اتق الله، احنا في شهر صيام وعباده، ما تخلينيش شهر في رمضان. في رمضان يا عم اتقي الله يا عم. لا مش قصده البطه اللي بتتاكل، قصده بطتي. هو صباح صباح الخير بطتي يا عم. اصحى صوم، صلي، اقع ركعتين لله، اتقي الله. يعني مثلا الناس اللي لو بجد يعني بعد الشر عنك داخلين النار، حلو، ده داخل في قتل وده داخل في سرقه او ده داخل في اجرام وكفر والحاد، وانت داخله في بيبي، اتقي الله. اتكسفي على دمك، اتكسفي على دمك. كل سنه بتدعي براجل شكل في رمضان؟ في رمضان كل سنة واحد شكل. ادعي بكارير، ادعي بشغل، ادعي بنجاح، ادعي بفلوس، ادعي بعربية. الرجالة دول ما بيجيش وراهم غير الهم يا بنتي والله. محدش يعزمني ليه؟ لان انا بني ادم طفص. هتعزمني هضطر اروح عندك اكل ايا كان الاكل حلو، لو انا ما بحبش اكل امك اساسا، تمام؟ وهضطر ان انا اعزمك، وانا امي ما بتحبكش، ما بحبش عندنا حد يجي البيت، فمحدش يعزمني. نلغي الدراسة في رمضان؟ لا، هي كليتنا يعني ما شاء الله عليها قالت لك بص احنا اول اسبوع في رمضان هناخدوا كويزات ومعامل بقى وشفوي وكل حاجه، تمام؟ الاسبوع اللي بعده نمتحن ميد ترم. طب الاسبوع اللي بعده لا بنجهز للفاينل، في ايه مالك؟ اجنبي يقول لي صوما مقبولا عشان قضيت. لا هو بصي، هو في رمضان لو انت مخطوبه فركشي، مش لو انت مرتبطه، لا انت لو مخطوبه نفسك فركشي. مفيش محن 30 يوم من غير نعيش 30 يوم من غير محن، اتقي الله. الناس كلها بتتسابق عشان يشوفوا هيعملوا ايه عشان ياخدوا حسنات في رمضان. استاذه منى لو سمحت، هو الكراش بيفطر؟ انت بتعبدي ايه؟ بص يا استاذه، هو زمان لما كان في واحد وواحده بيحبوا بعض كانت تقول له يا حبيبي، بعد كده بقت بتقول له يا بيبي، شالت الحا، بعد كده شالت الياء اللي في الاخر قالت له بيب. حاجات استغفر الله العظيم يعني يا استاذه، والله استغفر الله العظيم، ربنا يوعدنا يا رب. مش بيب ده يعني انبوبه؟ انت جت معاكي بيب 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 بيب. انا بيب، احنا بعاد قوي يا لطيف، احنا بعاد، احنا في ما بيننا وبين الناس المرتبطه دي مسافات ابعاد. في رمضان، في رمضان.